الاستيراد فيه يعني عندك بلاد مفتوحه طلب موجود تستورد السلعه نتاعك تباع في البابور كاع، ولكن واش استفاد الوطن؟ امور استهلاكيه تجيبها اليوم تتوزع تتباع خلاص ومن بعد والخزينه تاعك راها تدوب. هذه 7 سنين ولا ربما كنا في 300 مليار دولار احتياط، اصبحنا في 57. قادرين نشدوا بها اليوم اذا كان بهالتصرفات، يحبس التبذير يحبس، نشدوا بها سنه ونص سنتين بلا مشكل، ولكن لازم الذهنيات تتغير. اللي يبغي يربح يربح طول الزمن، ده هو ماهوش الربح السهل هذا. وصلنا فيه تناقضات، فيه كذا، فيه